طريقة وتنهلوت، بدي أقولها بالعبراني، بلدية الرملة، هذا من تحت كل الخطوط الحمراء، لأنه إذا اتفق مع بلدية الرملة إقامة تخطيط لهذا البيت ورساله وإرسال مكتوب استلمه ضابط البوليس امبارح في ساعات متأخرة ما يقرب الساعة 5، ويقوم بعمل هذا العمل من وراء ظهور الجميع وتحدي للجميع، هذا يدل دلالة واضحة على أن السياسة هي سياسة مركبة ومجهزة بالأداء للوسط العربي. هذه الحي اللي هو حي الرباط، هذه أراضي خاصة للناس وليست أراضي الدولة ولا أراضي أي شيء. هذا إن دل يدل على أن هذه الدولة وهذه المؤسسات والمؤسسة الإسرائيلية تعادينا بكل المعايير. أنا لا أدري إذا اتفق في الساعة 2:30 مع رئيس البلدية تقديم مخطط لهذا البيت، وفي الحال ذهبنا إلى مهندس لتخطيط هذا البيت وكان مجهزا لمكتوب أنه سيقوم بتخطيط هذا البيت وتقديمه لبلدية الرملة، ونفاجأ في الصباح الباكر بهدم البيت، هذا يدل على أن العنصرية اجتازت جميع الحدود. لذلك أنا أوجه رسالة لرئيس البلدية. رئيس البلدية لا يعقل أن اليعدس مشبطي بالعبراني ترك الأمور فالتة لهذا الحد. أنا بعرف شيء واحد، أنه رئيس البلدية هو الذي يقوم بكل شيء، ليس المستشار القانوني في بلدية الرملة، وهذا ما لمسناه في الجلسة، أن المستشار القانوني هو الذي يخطط لرئيس البلدية ويوجه رئيس البلدية وأن اضطر الأمر. لذلك أنا أطلب من رئيس البلدية يأخذ زمام الأمور اللي يديه والكثير من الكلام.